تبدأ من يوم الاثنين العشر الأواخر لشهر مارس التي ستكون فيه حسب المتابعين والخبراء الإعلان عن دفتر الشروط استيراد السيارات ونهاية الأزمة، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية أن الإفراج عن دفتر الشروط سيكون شهر مارس، وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة أحمد زغدار. ويؤكد خبراء في الاقتصاد أن انتعاش أسعار البترول سينعش الخزينة العمومية وعائدات الجزائر من العملة الصعبة، وهذا ما يسرع من تسوية ملف السيارات، خاصة في ظل الندرة الكبيرة التي تشهدها الأسواق والارتفاع الجنوني للأسعار. ويأمل الجزائريون هذه المرة تحقيق وعود الرئيس ووزير الصناعة بخصوص الإعلان عن دفتر الشروط ونهاية أزمة السيارات، حيث أكد أن الأمر سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، أي قبل نهاية شهر مارس الذي لم يتبقى منه سوى 10 أيام. سلام.